طبعا في فعاليات عديدة وكثيرة تقام في هذا اليوم العالمي، الناس شلون تحتفل، الناس تطلع رفاهة كذا، تصير احتفاليات وبالعراق. هو بالعراق قصدي، يعني نتمنى أن يحذون حذو بقية الدول. اليوم الوطني العراقي، خرج العراق من الانتداب البريطاني وتحرر من السلطة البريطانية. أغلب الناس يعني ما تدري بهذا اليوم، ما ماخذ يعني المدى مالته كبقية الاحتفالات اللي يحتفل بها البلد. يعني عريض وطن، يعني هو بالنسبة إلى هسه احنا وطن ما عندنا، احنا وطن هسه مبيوع مبيوع، يعني من كل الفئات، لا اكو وطن ولا اكو عمل، واكو جوع واكو ظلم واكو اضطهاد، عرفت شلون؟ وكلهن هذن الموجودات اللي اسأل هاي الناس اللي موجودة، هاي تركض لها على 5000 6000 دينار وما ملحق على عائلته، لا مريضة ولا عاجز. انا هسه عمري 60 سنة، لا والله اكثر، 65 سنة اشتغل تاكسي، يعني اتريا من الدولة تعطيني فد راتب بحاض واقعد يم عائلتي ويم اطفالي، مو واخذ راحتي، خو مو مطيتني، فمطيتني رعاية 180,000 دينار، مدري 170,000 دينار. وان شاء الله مناسبة اليوم الوطني ان شاء الله بها الخير والبركة.